8 9 دقائق على في محل راديو هذه العبيله تجيكم انت وحتى للتسعة نتاع الليل. مساء الخيرات للناس اللي تسمع فينا وين ما كنتوا، مساء الانوار للناس اللي تابع فينا على الباج فيسبوك راديو اف ام ولا على شان اي اف ام تي في على اليوتيوب. مع اتصال تونس معنا حد يروح متغش الشعار، بدينا بيه شعار ان شاء الله باش نواصلوا بيه اتوال 600 اتوال 1 دياز، تكون انت فايز ب 600 دينار كاش وعلاش لا كيا ريو قيمتها 50,000 دينار من اهداء اتصالات تونس. اي سيدي قال لك بهاش بنك باش تكون سبونسور في الدوره السادسه للمعرض الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات سيتيك افريكا 2022 اللي باش يكون في ابيجان بالكوت ديفوار من 30 ماي ل 1 جوان. ما تنساوش تابعونا في تغطيه خاصه وين باش تلقاو فايقين مع نضال وباقي ليكيب مباشره من ابيجان سيتيك ابيجان 2022 بمساهمه بهاش بنك. حلقة 4/1 جوان 2022 حلقة الفوضى بحول الله، حلقة شو نقول لكم التسيب، حلقة الضحكة كنت تسمعوا فيها نورمال ما عرفتوها شكون. فرحان برشا اللي معايا اليوم أميمة بن حفصية. عسلامة، مرحبا بكم. أنا باش نصفق عليك مدام، علاش هكا شهوة؟ أي صح الفواياج. انت ولا انا؟ انت. انا مشيت في خدمه في طار عمل، انت تمشي؟ لا علي، مشيت نشري في الحوايج. شحوالك؟ شحوال نعيمه الساعه؟ الحمد لله تري بيان. ديما تسلم لي عليها كالعاده. ديما وقاعدين نحضروا في المسرحيه، قريب تحضر. ايوه دونك احكي لي عليها مثال الشهر. ما نجمش توا كي قريب تحضر. اعطينا سكوب صغير. صغيرون صغيرون. تكون حاجه تضحك برشا وحاجه من زين ما تعملتش يعني في تونس الستيل. باش تلعب دور الام نعيمه ولا نخليوها اون سوربريز لي؟ خليها انت الاول في البروميير. بيان سور انا كي نزعي انا ما نلقاكش صفا الاولى نبطل. ليه بدي هكا ان شاء الله بالتوفيق. انت وصاحبتي ليندا تومي هذيك. انا جينا نجمه انستغرام قالت لك صديقه انت مين؟ هي وتامر حسني. ما تلعبش مع الله عليك. الله عليك يا سيدي. فرحان برشا اللي معايا اليوم ليندا تومي. عسلامة ليندا. عسلامة عسلامة. صافا مدام؟ الحمد لله. في فورما؟ في فورما. قداش من ستار زادوك على الانستغرام؟ قداش من قد وصلت تو 5 ملايين؟ مليون وميسي. الحمد لله رب العالمين. الدولة ناش تعمل؟ كان جيت تصرفهم فلوس ما استحقتهم على الاخر. ليه ناش تعمل بلاد وحدها صدقني؟ تعمل ثورة. يلا سيدي الروندة الأولى، ننطلقوا في الروندة الأولى مباشرة من كارتاج 30 سنة سونيا مخني. عسلامة سونيا. عسلامة عسلامة سونيا. شنو أحوالك يا سونيا؟ عظيمة عايشة. سان نحب نفهم مساعدة قانونية اش معناتها؟ اون سيت عندنا سوسيتي تاع ماريتيم وانا جو سي لاسيستون جوريديك فيها. داكور. وقالوا لي مثلت مع لامين نهدي في شنو؟ عملت مسرحيه في العربيه الوقت وما تقبلتش من اللجنه. فنانه قديمه معناها محاوله زميله يعني. اي زميله. فوالا حاولت. اي حاولت. هي العبره بالمشاركه راهو مسج ديما نحاولوا. ما تأيس سونيا. اي اي ما تأيس سونيا. ديما كي نفشلوا في حاجه نقدر نعاودوا لين تخطف. اي ديما ما أيست ليه ما أيست سوني صار ولي جميله معاك. مرحبا بيك. ما نجموا نلقاوك في الفندق ثلاثه. هكاك ولا تحب تفك لي البلاصه سونيا؟ خليك في التمثيل يا سونيا صلي على النبي. يلا سونيا. يلا سونيا اقعد معنا ما تعلقش التليفون. نمشيو للمنوبه 45 سنه هشام علوي. عسلامة هشام. عسلامة سي هشام. عسلامة خويا مرحبا بك. شنو احوالك يا هش؟ والله الحمد لله لاباس نتوما خويا. تحيه ليك وللتاكسيستيه الكل يا هشام يتبعوا فينا ويبعثوا لي برشا مساجات. شنو احوالك؟ تحيه مني انا والتاكسيستيه كل الاذاعه يا فاهم اللي هي معناها الاذاعه الاولى في تونس ان شاء الله الاذاعه الاولى المسموعه. ربي يخليك. عايش خويا هشام. صغيرات شنو احوالهم هشام؟ الحمد لله في خير هذيك الفايدة. الحمد لله ربي يفضلهم لك. يلا هشام سونيا سؤال سؤال 10 ثواني 10 ثواني اللي يعطيني ثلاثة أجوبة صحيحة في أقل توقيت عنده حرية الاختيار يلعب مع أميمة بن حفصية ولا ليندا تومي. اللي زوز يلعبوا بالتليفونات وباش نزيدهم درجات آخر نطردهم الزوز بحول الله. تقعد فيها وحدك وحدك تسأل وجاوب وانزل على البزر هذا والبزر صدقني نحط الزوز بزرات ونبدا أنا فا. يلا سيدة المخرجة ما تلوحنيش. نعرف. يا سونيا. سونيا 10 ثواني سونيا ركز.
السؤال يقول سمي ثلاثة أغنيات فيهم كلمة ياء. ياء ياء جميل. اي ياء جميل. انزل يا جميل. باش غنيها كنت بختار كده بالراحة. سونيا بدات ممثلة ومن بعد منشطة وباش توفاها بفنانة. مفنانة. باش كملهم الكل سونيا. يلا في قدام ثانية سونيا أربعة ثواني. برافو سونيا. يلا سي هشام. خويا. عايش. يزمك جاو في أقل من أربع ثواني هشام. شان السؤال يقول سمي ثلاثة أغنيات فيهم كلمة قلب. قلبي. قلبك هو مش قلبك أنت. قلبي ما سمعتش روينة. قلب 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 قلب. أي قلب شيء ولا مش حتى غنية ما جيت في راسي. حتى غنية والله حتى غنية جيت في راسي. قلب أنا عارف قلب قلب وين وين غايب علي يومي. ما ننسي زي ده. قلبي يا قلبي. قلبي يا قلبي. إيه هشام ماهوش ما قلبي قلبي قلوده. لا هذه سونيا هكا ولا ايه؟ لا سونيا كي اي لا هشام سونيا ظاهر فيها ماني حالفة اليوم تتشهر. حالفة تجرب لي كاستينج الكل. لا لا حالفة تجرب لي كاستينج الكل بالروند هذي. صح عليها صح عليها. يلا سونيا اختار اي ليندا ولا وميمة. الله يحفظهم زوج. وميمة تبعها ليندا تبعها زوج. زوز تبع فيهم. انا تبعنيش انا زويلي على الانستغرام. ربي اسمع اختي ادخل ستورياتي توا باش تلقاني ماركه وليد زريات. اللي يسمع فينا يدخل يعمل له فولو. خويا انا نحب نعمل بيب العرفي راجلي ديما يصافيكم. انا نقول لراجلك زيد يزيد يعمل فولو لوليد. ريت والله وليد نساسي على الانستغرام. ما يصيرش خويا انا نعملك في البيب. بارك الله حطوها فيا انا معناها نولي انستغرامور. هكا ندور ونبيع في أميمة. شكون أميمة؟ مرحبا مدام سونيا مع أميمة. هشام مع ليندا. مرحبا. يلا ننطلقوا في السؤال الأولوية اللي بناتي ديكم على البزر. سؤال تعرفوه القانون تعرفوه. صاي انت تولي تقديمة مدام. توا تغزل الغادي وفات الحكاية. وفات الحكاية. سكتة قال شرش. سكتة. يلا السؤال يقول على شكون قال الشاعر هن الدواهي والدواء هن لا طيب للعيش بلا هن والبلاء هن. انسي هن. انسي اي والبلاء هن محجبتني. لا مش خاطر قال البلاء خاطر هن هن انسي. مريتش وليد كان نورمال لا يعيش والبلاء هن حط في قلب وليد. بيسر عاملين فيا انتم ديجا البلاء نعاني فيه. ليه ليه خطر هنا ترجع لنسي مش خطر البلاء نسي معناه. يا اخوي يا اخوي هاك جاوبت بصحيح توا. احمد ربي جاوبت صحيح نسي. هاي هش هاي اخوي هاي هشام 30 ثانية قول لي اشتر الكلام ايش اسمع فيه روي. ركز عندك مشكلة متاع ريزو ولا تاني. لا ريزو مريق المدى تاعو هو بكش ما شو اي تليفون حطوا بارلور. ركز معايا تبدا امورك واضح. تنقوي لك شويه في الصوت بهيش. اي هكا تو خير شويه صحيت. يلا هشام 30 ثانيه تتشاور انت وليندا تعطيني الجواب النهائي قبل ما يوفى التوقيت. السؤال يقول شنو هو سبب وفاه المغني الهندي كريشنا كومار في حفلته الاخر؟ الاقتراحات الله يرحمه الله يرحمه. سقوط عمودي نارة جلطة دماغية ولا تعب. شنو أسباب وفاة المغني الهندي هذاك هو كريشنا كومار؟ بوها ليت عندك معلومة ولا ما عندكش؟ أنا ما عنديش معلومة والله ما عنديش. أما هكا كي نحاولوا نتوقعوا معناه هو هكا قاعد يغني في حفلة باش تكون جلطة ساعة مستبعدة على الأخر بين سقوط عمود إنارة وتعب. العب يلا يلا هشام. تعب هشام تعب كما عديد مش تبعها تبعها يقتل معناه. ليه خطره في حفلة معناه نتصور تعب معناه إنسان في حفلة. هو توفى على حفلاتي قبل قد تعب فيهم تعب. زاد انت تغني وليت سيد توفى اليوم الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه.
تعب يمكن تعب هشام وي خويا استبعدت جلطة دماغية استبعدت سقوط عمود نارة مشيت للتعب ها اي تعب جلطة مستبعدة برشا النقطة بين سقوط عمود إنارة وتعب ولك يتعب يتعب لك هي معناها تعات متاعها ربي ربي بعد علينا التعب يا هشام جواب صحيح تعب نقطة أحسنت يا هشام حتى نيجا صحيت إليميناسيون صحيحة مشيت أمور واضحة فين ما روحش تعمل تكتيك نلعب هيك احنا يلا سؤال الأولوية مرة أخرى سؤال السؤال باش ننورك أختي ليه سونيا ذالي باش تغني سونيا ذالي باش تغني بودع هاكم مغرومة بالغناء أو باش تغني يلا يديكم على البزر سؤال يقول 100 دينار يعني قديش من مليم 100,000 100,000 جواب صحيح أحسنت يا أمي نهب لك أمور فلوس ما انت غير أختي ما غير مزية قلت لك سي بون لا لا في الفلوس ما تفضلكش تدوين على الأخ أنا نعرف الحقيقة أنا نسيك عدت أنا هزك القصة وراكز 30 ثانية سونيا آية 30 ثانية باش تعدل النتيجة يا سونيا تركز تشاور انتي وميمة تعطيني جواب نهائي قبل ما يوفى التوقيت سؤالي قول شكونو جوكوفيتش اقتراحات لاعب تنس لاعب عارض ازياء لاعب تنس ولا ممثل جوكوفيتش لاعب تنس ومازال كسرت عليه فاز العب يلا تبعني تبعني انت تعرف من اللي تغني لي غريتي بيا تبعتك معاك هكا هاو شنو هي الفازه اللي صارت صارت فازه درا شكون قال النجم نغلب ولا فازه كيه من صارت حاجه ريتها ريتو الارتيكل جوكوفيتش يلعب تنس ماهوش ممثل يلعب تنس وخسر كونتر نادال البارح في الكارد فينال ولا فما حاجه صحيح لعب تنس حلو حلو شدوا نادال نادال ذاري بشوف عمره 900 بربي يختوه من نفس خلي شاكيرا عاملة جو شاكيرا شو مدخل يا مش معرسة بيه ذيها يا بنتي شو مدخل بيكي ذيك بيكي ذيك الدنيا قلبتها مشاهير دخلت اوه شكون كتب على نادال البارح قال عمره ما بش يكبر حياته الكل الناس كل كده يلا واحد واحد تعادل عادل ذارني مريك لا سونيا ولا ايه معك طول الاغنيه اللي باش تغنيها في الاخر نعرفوها امريكا الاولى يلا سؤال الاولوي مره اخرى سؤال يقول عين العطروس تبعت برق ولا قبرص قربص 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 جواب صحيح اش بك تقول فيها خايف خاطر كي غلطت فيها انت قلت بهذا غلطت فيها هذه المو صحيحه جاوبت قربص جواب صحيح اميمه بن حفصه يلا سونيا يا سونيا 30 ثانية سؤال على 600 دينار ركز تعطيني جاوبني قبل ما يوفى التوقيت سؤال يقول أطول رحلة طيران في العالم هي بين نيويورك والاقتراحات سنغافورة غرينلاند ولا المنامة رحلة طيران سنغافورة سنغافورة نمشي معاك نمشي معاك نيويورك سنغافورة نيويورك اي نمشي معاك بيه انا مش تبع سونيا مرضى مش نمشي معاك للسنغافورة خساعدي انا حتى مدريد ما وصلت لهيش خساعدي تلقيح جيتة تخال خال المصري يال الزريقة في ربوخ سونيا اي سنغافورة جواب نهائي اي جواب نهائي أطول رحلة طيران في العالم هي بين نيويورك على استبعت وغرينلاند أنا تبعتها حسيتها بعيدة على نيويورك حاجة هكية فيها فندق يعني لسمع خلص الرحلة تستمر المدة سنغافورة حطيت مطار جون كيدي في نيويورك معناها عندها تجربة 18 ساعة و 45 دقيقة زادة لا لحظة خلنا نعرفك انت شكون خاطر هكا وليت حشيك فكرة عفت الهجين افياسيون وتمثل وتغني
هي تبارك الله متعددة المواهب المرأة تونسية اون فغي فام تونيزيان. ملا سونيا والله فاجأتنا سونيا. انا الرحلة هذيا تزيدني عليها زوز مليارات ما نمشي لهاش. ليه انا ذي نتفرج فيها في كارت بوستال 18 ساعة و45 15 18 انا ما نرقدهمش ديجا. ترقد تقوم تدوخ. بين نيويورك تكبر تكبر في الثنية. سنغافورة جواب صحيح برافو مبروك عليك 600 دينار كاش من اهداء اتصالات تونس مبروك عليك يا سونيا. ميرسي. يا سونيا على شكون تحب تسلم ولا شكون تحب تغني ولا دبر راسك؟ نسلم عليكم انتوما ونحب نسلم على ليندا نقولها يرحم باباك تقدر لك مماتك. عايش عايش عايشك يا ابو زين ونقول له هو اللي لعب معايا نقول له بونسون. ان شاء الله تربح حاجه كبيره. ليش؟ ديجا مع التليكون فما حتى حد يخسر. ليش ان شاء الله يربح الكهرباء برجوله ان شاء الله. ليش تستاهل الكهرباء اخويا؟ والله يا ربي. ونسلم على مدام درع ونسلم على راجلي خاطر هو امريكي البحريه في الزعفيه. الفوزكا الفوزكا. ربي سامحني مدام سونيا تربحت 600 دينار وينهم الفلو تاع وليد انت وراجلك؟ اليوم 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 نلقاهم عاملين لو اسمع. انا عملت لك واسمي على الفيس على الانستغرام راوين ميليدي. هكا سلمنا عليه برشا ومبروك عليك يا سونيا 600 دينار من هدايا اتصالات تونس. هشام خويا خويا ان شاء الله تكون الكهرباء من نصيبك. ها نشوف اسمك في القرعه. نلعب واحنا نلعب ونهز وندهنوها صفرة. ها هشام مبروك عليك بوندا شاقيم 200 دينار من هدايا اتصالات تونس. مبروك عليك هشام ونخلي لك مود لافا على شكون تحب تسلم. والله نسلم على مرت ولادي عم بحذايا ونسابي واللي يعرف هشام الكل. واحنا نسلموا عليهم برشا. واحنا نسلموا عليهم برشا. عاشك يا هشام مبروك عليك البوندا شاق قيمته 100 دينار يتوال 600 يتوال واحد دياز كان انت تحب تفرح كيف ما سونيا بال 600 دينار كاش. ترتاح صغيره مع البيب رجعين. ثمانية 31 دقيقة على اف ام احلى راديو. مازلنا واصلين معكم للتسعة متاع الليل على خاطر اف ام تحبكم وتحب تقرب لكم وين ما كنتوا. تنظم لكم الحفل الحدث سفير الاغنية التونسية زياد غرسة في باريس. زوز حفلات استثنائية موعد مع طرب الاصيل والفن الجميل يوم 3 و4 جوان 2022 بداية من الساعة 8:30 بمسرح لو 13 ار. احجز تذكرتك من تول سهرية زياد غرسة في باريس. كما قلت لكم الاسوام ماهمش غاليين باهين في متناول مواطنينا بالخارج الكل. دونك تلقاو زادة تسكر في على موقع لو 13 مار تلقاو على موقع فناك لي بوان دو فونت ابيتويل ولا على الرقم 33 014 828 535 3. نعاود الرقم مرة أخرى 33 014 828 535 3. لمزيد من المعلومات للاتصال زاد على 58 550 777. استمتعوا بالفن والطرب مع اي اف ام على احلى راديو بمساهمة الاس تي في. هكا الاس تي في بانك. اي سيدي الروندة الثانية مدام يديكم على كلب الزر. سايبة تليفوني تعبتوني راه والله. علي تجمع كي درت شلقيتني نام الحق تعرف عاقلة لو دلنا ذي شو كل حاجة. مظلومة يا دنيا. ها مظلومة يا دنيا. أنا مظلومة. أنت مظلومة. شكون ظلمك ترى فسر لي شكون. يا وليد هاني ساكتة برا. جربي مساش خليك في لحظة صراحة ما قبل ما نبدأ الروندة. شكون ظلمك في الحياة يا أمان؟ والله أنت يا ولهم سي ولي. الحمد لله رب العالمين. شنو الروندة الثانية ديكتور مباشرة من الزهروني 31 سنة ياسين برهومي وليسانس جيو هكا ولا جغرافيا معناها. ياسين شنو حوالك؟ مرحبا مرحبا بوليد الزهروني اصدقائي نقدم لهم تحية الكل. عايشك مرحبا. شكلي تعجى عند الغرنوق يا بابا. بيب زغرت. انا كليت برشا عجة في الزهروني. معاك وربي معاكم ان شاء الله. يعيشك ياسين. ياسين ليندا عندها برشا فانات في 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 الزهروني من الحلقه الاولى اكتشفنا ذي صحيح ولا ليندا؟ انا وليت الفاكولتي نتاعي صحابي اللي قرينا مع بعضنا في الكومبوس دروان نقدم لهم تحيه الكل بريسك صحابي الكل يعني اللي ريفزوا مع بعضنا كل من الزهروني. كنت باش نعمل جو نمشي الفريف ونحوس الشيخ. الحقيقه احلى ذكريات عندي في الزهروني. تحيه للزهروني الكل. واحلى
احلى راديو احلى راديو اي اف ام. كل تحيه لكم الناس كله بيزول الناس كله. يعيش كياسين. يلا حاضر المباراه ان شاء الله ان شاء الله. ايوا قعد معنا متعلق التليفون نمشيو. شحالك يا غالي صفاقس؟ اماني غربال شحالك اماني؟ عسلامه اماني. عسلامه عسلامه اماني. اين انت يا اماني؟ اماني مانيفيستو توا. اماني سي تو لا مانيفيستو توا. اماني تسمع فينا؟ سكر الراديو كان بحذاك راديو اماني. اي اماني نعاودو نتصلو باماني خاطر الصوت مش واضح شوي هكا ولا الصوت مش واضح. يلا ياسين. وي خويا خلنا نبداو بك انت لو طون اللي نتحصلوا على اماني. احنا مستنسين لي فام دابور اما اليوم انت عملت ليكسيبسيون. صحيح ان شاء الله مربوحه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. حاضر ياسين ان شاء الله. ها يلا ياسين 10 ثواني تعطيني 3 اجوبه صحيحه قبل ما يوفى التوقيت. اوكي اوكي يلا. السؤال يقول سمي 3 اسامي ولاد يبداو بحرف الالف. ايمن امين امان الله. امان الله 3 اجوبه صحيحه في 3 ثواني. برافو ياسين. اي آه يا اماني. اماني عسلامة. أهلا بأمان. مرحبا. مرحبا. عسلامة. زارتنا البركة. يعيشك يعيشك. شنو أحوالك يا أماني؟ والله الحمد لله. تعرفها متبقى البيت النار؟ أي. يلا سؤال 10 ثواني ها مطالبة تعطيني 3 أجوبة صحيحة في أقل من 4 في أقل من 3 ثواني لأنه ياسين ما تتنفسش معناها ما تتنفسش. سرعة سرعة في الإنجاز. حاضرة؟ أي حاضرة. السؤال يقول سمي 3 بلايس فيهم كلمة شط. 3 بلايس فيهم كلمة شط. شط مريم شط الجريد و شط بو جعفر. شط بو جعفر 3 أجوبة صحيحة في 7 ثواني. امان ياسين كان اسرع منك. ياسين لك الكلمه. وميمة بن حفصي ولا ليندا تومي. ياسين وي صافي خويا. يلا اختار. وميمة بن حفصي ولا ليندا تومي؟ وميمة. وميمة مرحبا بن حفصي. اماني مع ليندا. يلا ننطلقوا في سؤال الاولويه لبناتي ديكم على البزار. سؤال يقول يقول لك تعدى على واد هرهار وما تعديش على ساكت. واد ساكت جواب صحيح. لا كيكا باش نشوف شو تعمل. وميمة هبلت تضرب في البزار بدماغ. نجرب خاطر بدايه ما حابش يخدم قد ماكش يخدم بالقصه. يلا ليندا. ليندا ليندا صحيح والله العظيم لا باش خليه لي مخ بعد هزه بزر تكبري بيه. انت بديت قلت هذه حلقه لهبال دونك تو دون سوبورتي فوالا هاني اتحمل. ليندا شكون معاه؟ اماني. اماني اماني ياي اماني 30 ثانيه يا اماني تشاور انت وليندا تعطيني جواب نهائي قبل ما يفوت توقيت سؤال يقول انا هي البلاد اللي تعاقب اللي ينجب اكثر من طفل بغرامه ماليه. الاقتراحات هولندا الصين ولا بنما؟ أني هي البلاد اللي تعاقب اللي ينجب أكثر من طفل بغرامة مالية؟ هولندا الصين ولا بنما؟ عندك فكرة أماني؟ أي تقولي الصين. أنا الصين ما نتصورش مكانك هكا عندك شوي شكوك نتبعك. أي هكا أنا مش ألعب. يلا ألعب. الصين أماني؟ أي الصين جواب نهائي. الصين البلاد اللي تعاقب اللي ينجب أكثر من طفل بغرامة مالية بين هولندا الصين وبنما اخترتوا الصين. خاطر فيه برشا عبيد نتصور خمو هكا بوبولاسيون تاعها كبيرة. والإجابة صحيحة. برافو نقطة. برافو أماني. الأماني وليندا نقطة نقطة. مالنا يظهر لي نعيم ومنجي كانوا يعيشوا في الصين. تحية المنجي وتحية النعيمة. هو حمد الله. تصور أنا مني برشا. تصور أنت بار إكزومبل فما ذكر. أنا نعانيو. يلا سؤال الأولوية مدام مرة أخرى ركز فك البزور يرحمك. أيا ياسين يستنى.
زهروني صحابي والعجج والدنيا مقلوبة والرجل صبروا برا. السؤال يقول شنو هو الزوز الوان اللي موجودين في مفتاح في مفاتيح البيانو؟ ابيض وكحل. ابيض وكحل جواب صحيح. يلا زهروني اون فورس. يلا 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 ياسين. انا خويا. اه يا ياسين ما كانش معاش تقبلوها في الزهرون. ها عندي المعارف عندي المعارف. لا مرحبا بك انت مومو. عايش خويا الغالي. عندها راي نقطة ضعف كيفي انا الماكلة. أكدها لك. نقطة ضعفنا الكل الماكلة. ماكلوا المعلومة ذي نأكدها لك يا ياسين. دونك كشيرة العجج غادي والجو هذاك. والفريب والفريب والجو والجو. الفريب وعجج غرنوق. بربك لقيت لي ماريو الجيب. أي ياسين 30 ثانية ركز. تشاور أنت وأميمة أعطيني جواب نهائي قبل ما يفات توقيت السؤال. يقول بين شكون وشكون كانت حرب الخليج الأولى؟ اقتراحات. بين الكويت والعراق، بين إيران والعراق، ولا بين الأردن والعراق؟ بين العراق وإيران. العراق وإيران. العراق وإيران. العب يلا. ذيك نجوب عليه بالغلط. أمي طردني اليوم من الدار. اليوم. توا التسعة كرة واحد تقول لي لا فما عشية لا فما. شنو العشية؟ نزلت طيبتي مشيت لصديقتنا سميح دشراوي تحية كبيرة لها اليوم البخمياغ متاحة. سميح صديقتي نحبها برشا وانا زيدة تحية لها وممثلة رائعة وننصح لي ما جاوش اليوم شو يتفرجوا في العروض الجاية. فوالا اه ما استدعيتني ما استدعتنيش انا باش نكلل القلب. تعرفنا نخدموا استدعاتنا قتلي كل اما احنا نخدموا صحيح. ولكن سميح دشراوي فنانة عظيمة ونحبها برشا وان شاء الله بالتوفيق يا سميح يا بنينا. به ياسين خويا الحرب بين ايران والعراق هكا اخترت كنت شوف الحرب بيني انا وميمة بن حفصية. يا اخي والله اخويا وما بيناتناش حرب شوية نبزوا برا. جواب صحيح ايران والعراق. برافو نقطة التعادل. احسنت يا ياسين. به ياسين نقطة اماني نقطة. توا ذراعك يا علاف. متعادلين متعادلين. توا ذراعك يا علاف. نجيكم على البزار. سؤال الأولوية السؤال اللي بش يفصل المباراة. سؤال يقول شكون النبي اللي كان بش يضحي بولده؟ سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم أحسنت يا لين. آي أماني. آي آيش حالك يا غالي؟ الحمد لله لباس عايشك. العائلة بخير. أماني بش نربحوا يلا. أي يا أماني 30 ثانية. متعرفش على الدنيا متعرفش على الدنيا. 600 يا أماني 600 إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. 30 ثانية ركز شاور أنت وليندا تعطيني الجواب النهائي قبل ما يفات توقيت سؤال. يقول نقول البينة على من؟ الاقتراحات ارتقى اهتدى وإلا ادعى. ادعى ادعى. البينة على من ادعى؟ علي الأسئلة بتاع الدروات جيبهم مليين ده علي. زهري زهري سيبان ادعى العب يلا. البينة على من ادعى؟ ادعى. اماني بشتبعها ولا عندك جواب؟ اي هي جاوبتها ديجا. ادعى على من ادعى. سي نورمال كي تجي انا نقول مثلا لطف عليها زاد لي تليفوني اي ما لازمهاش هي البروبليم هزتوش انا ما دامني شاكيه بها لازمني انا جو بروف لي هزتولي. وهذاك اش معناتها؟ البينه على من ادعى. البينه على من ادعى مش ارتقى ومش اهتدى. مبروك عليك ماني 600 دينار كاش. مبروك من هداتي سنة تونس. مبروك عليك ماني. نخلي لك مود لافا على شكون تحب تسلم. هاي اماني السلام عليكم الكل ونسلم على عائلتي ومستمعين راديو اف. يعيشك يا اماني. نسلم عليك برشا ونسلم على اهالينا في ولايه صفاقس الكل. ياسين خويا خويا نقول لك حاجه العجه ما عادش نحبها تراها
حتى في الاحلام نبالكش يربح الكهرباء والنجم عاد نرجع نمشي للزهروني ويعمل يعمل يا برمعجج ياسين مبروك عليك بوند اشا قيمته 100 دينار من هدايا اتصالات تونس ونخلي لك مود دفا على شكون تحب تسلم ياسين نحن نسلم عليكم الكل وميرسي بوكو وفرصه محلاها برشا وتوت لي زيت نتاع اي اف ام واحلى راديو يا عايش ربي يوفقكم الناس الكل وباي باي يا عايش ياسين نسلموا عليك برشا مبروك عليك البوندشا قيمته 100 دينار اتوال 600 اتوال 1 دي اس هو الكود اللي يوصلك للكياريو قيمتها 50,000 دينار ترتيحه صغيره مع الموسيقى راجعين ثمانية تسعة واربعين دقيقة على يفهم أحلى راديو مازلنا واصلين معاكم في ربع ساعة الأخرى من ألعب يلا نحب تحية كبيرة لصديقي سيد أحمد اللي مستمع الوفي وصديق الوليد قرفالة يعني نسلم عليه برشا ونقوله زاد اللي بهاش بانك باش تكون سبونسور في الدورة السادسة للمعرض الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات سيتيك أفريكا 2022 اللي باش يكون في أبيجان بالكوديفوار من 30 ماي لواحد جوان ما تنساوش تابعونا في تغطية خاصة وين باش تلقاو فايقين مع العظيم نضال وباقي ليكيب مباشرة من أبيجان سيتيك أبيجان 2022 بمساهمة بهاش بانك حاجة أخرى جدا نحب نقول لكم اللي اي اف ام عاملة سهرية لو 3 ولو 4 جوان في لو 13 مار في باريس دونك مواطنين بالخارج اللي موجودين غاديكا نجم تقاو تسكر في الفناك نجم تقاو تسكر في المسرح نتاع لو 13 ار كما تنجموا تتصلوا على الارقام التاليه اليوم 33 014 828 535 3 والا 58 55 077 77 ويكاند يعني العبيد ما نجم يتفرهدوا كان غادي الحكايه 3 و 4 جوان مع العظيم زياد غرسه باش تلقاو زوج سهريات الطرب الجميل والفن الاصيل هكا ولات تقال صحيح الفن الاصيل فرهيده هذا الكل بمساهمه اس تي بي بانك يا سيدي الروندة الثالثة مدام اعطيوني بربي سكور شكون ال انا كل واحدة ربحت مرة كل واحدة ربحت روندة تلمون صحاب ومتفهمين حتى في قسمها وخير حويدة علينا حويدة حويدة هاي خمسة وحوطة وقرن غزير هكا وليت قال يلا الروندة الثالثة مباشرة نمشي والسكرة 29 سنة رضوان بن سعد عسلامة رضوان عسلامة رضوان شنو حوالك يا رضوان صحة خير عايشك ساعة قالوا لي خاطب وقتاش العرس اي لا في اكتوبر ان شاء الله في اكتوبر معناها في القريب العاجل في القريب العاجل ان شاء الله 600 الف يفرهد شوي يفرهد يخرجوا يخرجوا مش يخرجوا الخطيبه ينقص مصروف ما عادش خروج والله ما عادش خروج ازاي ما خرجت في قلبه يحب يقول المصروف لا الوضعيه صعبت والبوفوار داشا عامل اصدم مصدم عرس تو ربي يحلها صحيح ان شاء الله يا ربي والصغيرات يجيو برزقهم والدنيا الكل صحيح كل شيء يا ربي ربي يعطي خيره امين يا رضوان حذر لي الخطيبه تسمع فيك قاعده تسمع فيا خويا تسمع فيك اوكي حصار مضايق من خلينا نقولوا لها هاك تعرف تزغرت وما شنو نقصني عاد زغريت ليندا تزغرت فيبرور نورمال معناها نجم اي طلب اخر الا تقول لها زغرت انا عندي تزغريت مبحاحة سبيسيال عندها تزغريت نتاع انستغرام تو من بعد سامحين تقول صنغي صحيت يلا نمشي البارد و50 سنة حامد الحجري شنو هيك سي حامد عسلامة سي حامد عسلامة سي حامد سي حامد قيم في معهد خاص هاك ولي بس سؤالي الاولاني اللي ديما نسال وانا كي يبدا فما اطار تربوي هاك سهل ولا صعيب انت في مع التلام ذا؟ لا سهل مش صعيب برشا الحقيقة سي حامد الضحكة نتاع صعيبة على الاخر تاع ما يرحمش في بيه ما يخلي حدا النفس لي باش نمشي له للنقطة هذيك انا باش نمشي له للنقطة هذيك ما عادش احنا توا الصعاب خاطر احنا اللي سيم تاعنا عملنا سيستم ولا ما عادش ندخلوا احنا في البي ولا في الروتار الماكينه هي تدخل في وين سي حامد دي كبرنا يا بي والله كبرنا ترى دي كملت القرايه ولا راني معناها
معناها تعرف شنو معناها البي باش تولي لجماعة الجيل الذهبي كهو ظهر لي معناها باش تولي للتاريخ. ها تجير تعال نقول له حط صبعك غادي كاين عطاتك الماكينة هاك تخلص مع ربيك تبدا روح. اوش باش يلحلح بالماكينة تو قبل كنا نشدوها تعرف مادام وليت البي بالماكينة لازمني نلقى راجل في أقرب وقت ممكن سادو فيها غاب وبالوقت يوصلوا ميساج معناتها للصالون نتاعهم والله معناها الصبة مباشرة زاد. احنا قبل احنا اسمع تبدا تحضر لا تبكش بيك هكا اما انا ما ايوه التلحليح والله انا نحب نسلم برشا على عم نوره اللي كان في الليسي ديما وانا يفرحك يا عم نوره حل الباب يلا سي رضوان وسي حامد سؤال سؤال 10 ثواني 10 ثواني اللي يعطيني ثلاثه اجوبه صحيحه في اقل توقيت عنده حريه الاختيار يلعب معه ميمه بن حفصيه ولا مع ليندا تومي هوني ما عندناش ماكينه عنا السيده المخرجه هي اللي تحكم يلا حاضر رضوان حاضر خويا حاضر 10 ثواني رضوان سؤال يقول سمي ثلاثة حاجات ينجموا يكونوا بالنار ثلاثة حاجات ينجموا يكونوا في النار بالنار 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 كاس مراية صحن صحن ثلاثة أجوبة صحيحة في 11 في 9 في 8 ثواني 8 ثواني صحيت رضوان آية سي حامد السؤال يقول سمي ثلاثة حاجات ينجموا يكونوا حديد مسحة تسترا منشار برافو برافو ثلاثة أجوبة صحيحة في 5 ثواني سي حامد لك الكلمة ليندا ولا أمي ماي ليندا يلا سي حامد مع ليندا رضوان مع أميمة ننطلقوا مرحبا سي رضوان سؤال الأولوية لبنات يديكم على البزر السؤال يقول كيفاش الدنيا اللي قال عليها الهادي جويني تبعني نبنيوها تبعني نبني والدنيا زينة الوحيدة الوحيدة في الكرة الأرضية ما نجمش نتغش عليها هي أميمة بن حفصي مش لأنها معناها ابنة نعيمة الجاني ولكن هكا لأنني ابنتك أنت زينة جواب صحيح أحسنتي أميمة دونك رضوان هكا ولا رضوان مع أميمة رضوان أي رضوان معايا أما ما يذوني معاك ألو رضوان معاك أميمة معاك يلا رضوان معاك من بديت الزغرة يلا 30 ثانية رضوان سؤال يقول شنو الرياضة اللي تتسمى رياضة الملوك الاقتراحات الفروسية الملاكمة ولا المبارزة مش الملاكمة الملاكمة آه يا رضوان رضوان أما كانوا ميمة متأكدة من الإجابة تبعني ولا نتبعك نبني والدنيا زين بالرأي أيو خنعرس ويلا يلا الملاكمة يلا 600 دينار للخطيبة ماشي يمشي خلي نزربوا في العرس يلا أخوي الملاكمة جاوبني أي رياضة اللي تتسمى رياضة الملوك مزروبة يا فين تي في مزروبة شكون عنا غادي إيمان بازجيات بازجيات إيمان بازجيات سير هيا الخطيبة كلها قرب و 600 دينار روحوا ايمان ولا كيفاه ويام ويام ما كان الله غالب ما نعرفش ويام ما عنديش علاش تسرب كان ايمان نعرف علاش تسرب جواب صحيح الملاكمة نقطة لرضوان مازلنا صفر من النقاط السي حامد سؤال الأولوية مرة أخرى لبنات يديكم على البزار سؤال يقول سكوبي دو كلب ولا ذيب سكوبي سكوبي دو كلب كلب جواب صحيح والله كان عندي كلب كيما سكوبي دو وبيه بيه مش نرمال كان كلبي والله سي حامد لو مش يعطيك بيه كملت القراية فهمت علاش قبيلة ناس في البزر وحطوا تو فهمتك وعذرتك اي رضوان معاك 30 ثانية يفصلوك على 600 دينار سؤال يقول مامتي يرحمك تقول سكيبي دو سكيبي دو شنو هو الفيلم اللي شاركت في في بطولته المغنية ريحانة الاقتراحات ماليفيك ذا اورز ولا باتل تشيب باتل تشيب نغمة الموضية هذا باتل تشيب جواب نهائي جواب نهائي رضوان
اي جواب نهائي. باتل تشيب جواب صحيح، برافو، مبروك عليك. 600 دينار كاش من هدية اتصال تونس، مبروك عليك رضوان انت والخطيبة. ها جينا قل لها الخطيبة كله عملته على خاطرك، يلا هنينا عليها يا رضوان. يا خويا هز 100 ألف وخرجها بهم يا برك. مبروك عليك يا رضوان. سي حامد، سي حامد ما حطش في بالك انت عرس. سي حامد خليهولي. شو اسمه سي حامد؟ ولدك شو اسمه؟ حازم. تحية الحزومة، سلم عليه برشا برشا، ربي يفضله لك سي حامد ومبروك عليك. بونداشا قيمته 100 دينار من هدا اتصالات تونس، مبروك مبروك عليك سي حامد. يعيشك، نسلموا عليك برشا ومبروك عليك البونداشا. الفايزة معانا في الديجيتال البارح عايدة شكيلي من ريانا، مبروك عليك 600 دينار كاش من هدا اتصالات تونس. ليندا تومي ميرسي بوكو نورتني اليوم، وميمة بن حفصية ميرسي بوكو، وروح ازرب للمقرونة فما لنا اليوم ميرسي لندودة قلت لها متعة معاك. وي عزة تواتي في الاخراج ميرسي بوكو، در عيد زهرة ميرسي بوكو، يعطيكم الصحة في الاعداد. ايمان وي ام سفيان اف ام تي في وديجيتال. ايمان جهات ماذا بها تزرب، ماذا بها تمشي تاكل، ها صحيح ولا؟ نحييكم الناس كنت تلقاو ان شاء الله بعد غدوه. غدوه عندنا ليكيب تاع سبور، دونك ماتش تونس ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني. باش تلقاو ايمن زروق في بلاصتي لهنا، تغطيه خاصه للمباراه. نلقاو ان شاء الله بعد غدوه في نفس التوقيت. رخصي من الناس كل، باي باي.